وياك تعملها ان شاء الله. راح احكيكم انا على الفانكشنال اكزامينيشن اللي هو عنده علاقه ويا مصطلح البوستر ريست بوزيشن. احنا قلنا انه احنا بما انه اكو عندنا المفصل والمانديبل والبون الموفابل بون، راح يصير عندي حالتين، حاله الماكسيمم انتركاسبيشن اللي يصير انتركاسبيشن بين الاسنان دائما، وعندي البوستر ريست بوزيشن. البوستر ريست بوزيشن يكون عندي المسكوليتور سيستم في حاله دايناميك بالانس، يعني المسلز تكون موست ريلاكسنت، ماكو اي كونتاكت بين الابر تيث واللور تيث، ما ممكن، تمام. والنتيجه هذا عدم وجود الكونتاكت راح نحصل على سبيس، هذا السبيس لا ليوي سبيس، هذا كبتي، هذا يسموه الفري واي سبيس. اكو فرق بين ليوي سبيس ليوي العام اخذيها، العام اخذيها ليوي على العام اخذيها، يسموها بالفري واي سبيس او بالانتر اوكلوزال كونتاكت. شلون اجيب جيت عليها ومفتوحه شو راح تعمل الدكتور اذا هو بالفري واي سبيس او بالانتر اوكلوزال كليرنس تسميتين. اما بالفري واي سبيس او انتر اوكلوزال كليرنس فراغ، هذا الفراغ مقدار مالته يوصل الى 3 مليم منطقه الكنعان، يعني في مرحله الريلاكس بوزيشن للماندبل، من تكون الماندبل كلش ريلاكس تمام، ماكو اي كونتراكشن من المسلز، عندي سبيس راح يصير بين الابر ارش واللور ارش، ما يصير ماكسيمم كونتاكت بين الابر ارش واللور ارش، اكو فراغ. هذا الفراغ لو نيجي نقيس الفراغ بمنطقه الكناين مفروض نحصل على 3 مليم سبيس. المشكله وين؟ المشكله بالبيشنت على مد نحصل على البوستيرال ريست بوزيشن. دائما المسلز تكون كونستركتد في مرحله الاكزامينيشن مالتنا، دائما بصعوبه نحصل على البوستيرال ريست بوزيشن. لهذا عندنا عدة طرق نقدر نحصل على الماكسيمم على الريست بوزيشن، الكوماند ميثود، النون كوماند ميثود، وكومبينيشن بين تو ميثودز. انتبه، كل واحد طريقة يستخدمها، بس هو الطريقة الشائعة الاستخدام اللي هي C الكومبايند ميثود، اللي نربط بين الكوماند والنون كوماند. الكوماند ميثود يعني ننطي تعليمات، النون كوماند ميثود بدون تعليمات. الكوماند ميثود انه احنا ننطي تعليمات للبيشنت شلون نحصل على الريست بوزيشن بطريقتين، اما انه يخليه يسوي فعل معين ريبيتلي، يعني مثلا نقول له ابلع رجل سوالوينج، عملية السوالوينج بنهاية السوالوينج يصير فاتيك بالمصص، يتحول انه يصير ريلاكسيشن بالمصص، اخر شيء يرجع الماندبل بالريست بوزيشن مالته، تمام؟ سوالوينج ريبيتلي، يفتح يسد يبلع رجل يبلع رجل يبلع رجل يبلع رجل الى ان تشوفون يصير ريلاكسيشن بالمصص، الباندبل وين نحصله؟ نحصله على الريست بوزيشن، تمام؟ هاي طريقة. أو يستخدم بعض الكلمات، أكثر شيء حرف M، كلمة الحرف M بها فد نوع من فد مصل كونتراكشن نهايتها يخلي الباندبل نحصل على الريست بوزيشن، تمام؟ يعني مو يقول حرف M ويسكت، لا، يكرر ام 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 الى ان تشوفون انه صار خلاص وصلنا الى الريست بوزيشن، يصير عبالك البيشنت يقول هاي الحركه يتعب، هذا نهايه التعب مالته انه يحصل على الريست بوستر الريست بوزيشن اوف ذا ماندبل على مود نقدر نقيس الفري واي سبيس مال البيشنت، تمام. هاي فيما يخص الكوماند ميثود. النون كوماند ميثود لا، يصير فد conversation ويا البيشنت فد اوبتكس خاص خارج عن الموضوع كله، يعني ما له علاقه لا ويا الدايجنوز ولا ويا الاكزامينيشن ولا ويا الاورثو ولا اي شيء، مواضيع عامه
وين تشتغل شو تدرس شو تسوي مع يعني المهم احنا راح ننتبه بهالطريقة انه يخلي البيشنت اكثر ريلاكسنت. من يصير اكثر ريلاكسنت انه في اثناء الاكزامينيشن اكو خوفه للبيشنت من نطلع خارج موضوع الاكزامينيشن والكلينيكال دايجنوزز مالتنا حنشوف انه البيشنت حيكون مور ريلاكسنت. فلهذا نقدر نحصل على البوست ريسترال بوزيشن. بس احكي لكم اياها صراحه الطريقتين يعني شلت ما تحاول تحكي ويا البيشنت تصادق البيشنت تعرف البيشنت تحكي داخلها بتنطي ويا البيشنت من تجي تريد تشوف البريس بوزيشن راسا تروب تشوفها يصير كونتراكشن بالمصل يسد الاسنان مالته تمام. فافضل طريقه هي الكومبايند ميثود. الكومبايند ميثود ورا ما نحكي وياه وشوي نسولف وياه ونغير الاجواء وياه نبلش بطريقه التابينج ميثود. التابينج ميثود انه نستخدم الثام والاندكس فينجر فيناتهم نلزم الماندبل نلزم منطقه الجن تمام. نفتح ونسد نهايه الفتح والسد نقدر نحصل على مور ريلاكسيشن بالمسلز. تشوفون الماندبل يرجع يقعد بمنطقه تحصلون على البوستر ريسبونشن. هذا التابينج ميثود تمام. موضوع خارج عن البوستيرال ريسبوزيشن اذا تريدون تحصلون على ماكسيمم انتركاسبيشن شلون خاصه بالانترو اورال اكزامينيشن اثناء تشوفون بالكلينيك من تريدون تشوفون اكزامينيشن انترا اورالي هذا ريسبوزيشن ما له علاقه ويا الانترا اورال يعني الاكزامينيشن مالتنا. من انترا اورال تريدون تشوفون الريليشن مثلا الانجل كلاسيفيكيشن كانان كلاسيفيكيشن تمام. هاي شغلات من تريدون تشوفوها لازم نحصل على الماكسيمم انتركاسبيشن. شلون احصل على الماكسيمم انتركاسبيشن؟ لا التابينج تحصل على ريست بوزيشن ومن تريد انت تشوف الماكسيمم انتركاسبيشن البيشنت يعطيك ريست بوزيشن ومن تريد تشوف الريست بوزيشن البيشنت يعطيك ماكسيمم انتركاسبيشن. وانت ديار الحال تعرفون شنو تجيبون بروب تخلون بين ال 6 و 7 او بين ال 5 و 6 تب الرفيق مع البروب تخلوه لا باللور بتقولوا للبيشنت سد الحديد يعني سد البروب رأسا تشوفون الجايدنس مع البروب هو اللي هيخلي انه نحصل على المكزوم تركاس بيشنت. يعني دي وصل للبروب يعني دي وصل ايه يعني تقول له وصلك للبروب تمام. لانه يعني ايش قد راح يدور انه يحرك الماندبل مالته فورورد لاترالي على ما يحصل على الانتركاسبيشن اللي جاي يريد ينطب هذيك اللحظه البروب هو راح يكون الجايد. البروب راح يوجه انه يصير على مازوم انتركاسبيشن بطريقه صحيحه بدون اي مشاكل تمام. صارت واضحه؟ اذا البوستر ريس بوزيشن افضل طريقه هي طريقه التابينج ميثود وبالمازوم انتركاسبيشن ايضا طريقه البروب نقدر نستخدمها. أنا هذاك الأسبوع حكيت لكم على البارامترز اللي إحنا نقيسها في كل حالة من الحالات في حالة الانتروبوستيريور في حالة الفيرتيكال في حالة الترانسفيرس حكينا عن الأنجل كلاسيفيكيشن الأنجل كلاسيفيكيشن كانان كلاسيفيكيشن الأوفرجيت يمثل لي انتروبوستيريور هاي كلها حكينا عن هذاك المحاضرة تمام؟ زين ما عندنا مشكلة بها. زين هسا ولا ما حصلنا على البوسترال ريسبونشن بهاي الطريقة هسا لازم نقيس ال الفري واي سبيس اللي 3 ملي. عندي طريقتين either intra orally او extra orally. الانترا اورالي عندي دايركت واندايركت والاكسترا اورالي عندي دايركت او اندايركت. بالنسبه للانترا اورالي بكل بساطه انه البيشنت خاصه اذا كان البيشنت هو كوبرتيف بالنسبه للكوبرتيف تيماته عاليه انه البيشنت هو كلش كوبراتيف حصلنا على الريس بوزيشن دايركتلي انسايد ذا بيشنت ماوث اقيسها باي فيرنير. اجيب المسطره الخاصه مالتنا الاورثودونتيك رولر الخاص اللي يسموها بالدنتال فيرنير تمام. اقيس الفري واي سبيس بمنطقه الكناين انسايد ذا بيشنت ماوث دايركتلي ها بدون مشكله او اندايركتلي عن طريق امبريشنز اخر ابر ولور امبريشنز واسوي articulation
واسوي شويه rest position، ارجع الماندبل واقيس المسافه، بس شويه القراءه تعطيني ممكن ايش مضبوط تطلع ما بي accuracy. تمام. اذا الانترو اورالي الدايركت عن طريق directly inside the patient mouth عن طريق الدنتال فيرنيا هي المصدر راح تشوفوها بالكلينيك مالتنا هسه. تمام. وانديركت عن طريق الامبريشن، ناخذ الامبريشن ابر لور ونقيس الفري واي سبيس. هاي فيما يخص الانترا اورالي. اكسترا اورالي طريقتين، دايركت واندايركت. الدايركت واي، الدايركت واي عن طريق الريفرنس بوينتس. ريفرنس بوينتس نجيب قطعه من البلاستر نخليه على التوب اوف ذا نوز، ويا قطعه من البلاستر نخليها على التوب اوف ذا تشين. تمام. او اذا يعني ما تجون بلاستر تخلون، اكو حال احسن بالقلم شويه نرسم على وجه البيشنت طبيعي عادي ماكو مشكله، بعدين نطي له وايبس نقول له روح بس حاول انتهي الموضوع. خلي نقطتين هنا، نقيس المسافه بين النقطتين في مرحله الماكسيمم انتركاست بيشن. تمام. ونقيس نفس المسافه بالريست بوزيشن. الفرق بيناتهم شيء مثل لي بالفري واي سبيس. تمام. هاي الدايركت بالريفرنس بوينت، انا اشوفها احسن طريقه واسهل طريقه واسرع طريقه، لانه الاندايركت على الرغم من دقتها العاليه لكن بيها تايم وفاسيلتيز كلش عاليه. الاندايركت عن طريق السيفالومتريك وعن طريق الكيانو جرافيك. السيفالومتريك اللي راح ناخذها اليوم، راح ناخذ سيفالومتريك للبيشنت مرتين، مره بالماكسيمم انتركاست بيشنت ومره ثانيه اخذها بالريست بوزيشن. تمام. واقيس الفرق بالفيرتيكال دايمنشن بالحالتين على ما اقدر احصل على الفري واي سبيس. طريقه جدا زياره وحده هاي والله، يعني لا يتعرض للاكسبوجر ويدفع فلوس فوقاته يا بشيل حقي صار فري واي سبيس، اكو داعي له؟ لا والله يقول البيس انا اقلب بداله اقول له ماكو داعي. تمام. الكيانوز لا شوف الاخ هذا الجهاز مال الكيزوس جرافيك ريجستريشن عباره عن ماجنتكس، عن ماجنتكس تشوفون يربط بين التو بارتس، المسافه بين هذا الكترونيكلي يقيس لي اياها. اكو فد ماجنتيك انسايد البيشنت ماوث نخليه انسايد انترا اورالي. تمام. هذا يعني يلزق ويا الماجنتكس موجود انترا اورال، بتشوفون هذا الماجنتكس محطوط هنا انترا اورالي يلزق بي، يعطيك ماكسيمم انتركاست بيشن ويعطيك ريستورال بوزيشن ويقرا لك الفري واي سبيس. يعني دخل البيشنت ثاني من دون ما يدخل البيشنت ما شاء الله، بس هو يعني ايش ما ادري هذا اجيب هذا الجهاز المعقد على اقل فري واي سبيس فقط. تمام. صارت واضحه لحد الان؟ اذا الفري واي سبيس اللي هي 3 ملم بمنطقه الكلام، خلوها ببالكم 3 ملم مو باي مكان، فقط منطقة الكنائن. أقيسها بطريقتين either intra orally أو extra orally. بالintra orally either direct عن طريق الفرنية أو indirect عن طريق الامبريشن. تمام. extra orally أما أقرأها reference point directly أو indirectly عن طريق السيفالومتريك أو الكينزوغرافي. رح نشوف خلال هاي الفانكشنال examination عندي الباث اوف كلوجر مال بيشنت، راح احصل على ديفرنت ريليشنز بالفري بلين اوف سبيس. احنا البلين اوف سبيس عندنا الانتروبوستيريور صح، وعندنا الفيرتيكال وعندنا الهوريزونتال. زين بالانتروبوستيريور هذا اول واحد او يسموه بالساجيتال بلين، راح اشوف انه الماندبل خلال الباث اوف كلوجر اثناء ميريدين سيت الماندبل راح ينطيني ثلاث ديزاينات اوف كلوجر. هاي الحاله اشوفها في حالات الكلاس 2 مال اوكلوجن، مو باي حالات اخرى، يعني مو بالماندبل مو بكلاس 3 ولا كلاس 1. ويمتى اشوفها؟ كلاس 2. either نورمال كلوجر او forward movement أو backward movement. خلينا نفهمها بعض، أشرح لكم إياها.
اثناء مرحله الجروث، انا هاي الشيء ماخذيها العام بالجروث همين. اثناء مرحله الجروث اوف ماندبل اكو فد نوع من الموفمنت يسموها بالروتيشنال موفمنت، تمام؟ تذكرون الفورورد روتيشن الماندبل او باكورد روتيشن الماندبل؟ تذكرون العام اخذناها فورورد او باكورد، اما يتقدم لقدام او يرجع لورا. المهم اثناء الموفمنت مال الجروث مال الماندبل اكو فد حركه دورانيه، تمام؟ يسموها بالروتيشنال موفمنت. هاي كلش مهمه بالتريتمنت وبالريسبونس مالتنا. هذا الباث اوف كلوجر، باث اوف كلوجر مهم للتريتمنت، يعني لازم انا اكتشف هذا الشيء للبيشنت خلال مرحله الدايجنوزس على مود احصل على البروجنوزس اللي احتاجه بالتريتمنت بلان، تمام؟ هسه راح اوضح لكم الامور شلون. يعني اذا جاني بيشنت والروتيشن اوف ذا ماندبل مالته اثناء القراءه، طبعا هذه يبين اكثر شيء بالسيفالومتريك راديوغرافي، هذا التايب، هذا التايب مال ايفالويشن مال باث اوف كلوجر بالساجيتال بلين. انا اشوف الروتيشن اوف ذا ماندبل، يعني اكثر شيء اقدر اشوفه بالسيفالومتريك. كلينيكالي الريزلت قليله بس اقدر اربطه ويا المال اوكلوجن. هسه حوضح لكم اياها. إذا بيشن جانب هو كلاس 2 مال أوكلوجن فقط، كلاس 2 ممكن يكون كلاس 2 واحدة أو ممكن يكون كلاس 2 ديفيجن 1 أو ممكن يكون كلاس 2 ديفيجن 2. تذكرنا هذا الكلام؟ ديفيجن 1 فرق على ديفيجن 2 إنه يصير عندي بروكلينيشن بالتيث أو ريتروكلينيشن بالتيث بكلاس 2 ديفيجن 2. تذكر هذا الكلام، تمام؟ بالبيور روتيشن يكون الماندبل أو بيشن دائما يكون عنده بيورلي كلاس 2. يعني البيشنت يجيني يقعد افتح حلقه اشوف انه البيشنت عنده كلاس 2 مال اوكلوجن، لا يقدم ولا يرجع ولا يتحرك الماندبل مالته، تمام؟ هذا الشيء يكون عنده بيور روتيشن، يعني الماندبل فقط يفتح اثناء الموفمنت مالته، وهذا نورمال كونديشن لانه احنا اصلا الماندبل اثناء الموفمنت مالته عنده روتيشنال موفمنت، هذا روتين من عنده، تمام؟ إذا كان rotational movement with forward movement وياها، يعني لا مو class 3، احنا هذا قلت لكم هذا الموضوع من path of closure بالsagittal plane فقط في حالات class 2، لا تربطوها ويا غير كلاسات، ما عندي غير كلاسات. هذا شخص من يصير عنده forward rotation، من يرجع لي قدام، يطلع لي قدام الماندبل، دائما يتقدم لي قدام، هذول الأشخاص عندهم class 2 division 1. يصير عندهم habitual movement. يعني شنو habitual movement؟ يعني ال patient من تفتح حلقة هو class 2، تمام؟ هل قد ما متعود على الفورورد كلوجر انه يقدم الماندبل لي قدام، تشوفون البيشنت يسوي هاي الحركه يقدمها بحيث انتم ما تحسوا عليها، تفتحون حلقه تشوفون هو كلاس 1. دخلوا البروب بين ال6 وال7 او بين ال5 وال6، تشوفون راسا الماندبل يرجع لورا. عرفت شلون؟ هابيتشوال. يعني شنو هابيتشوال؟ يعني هو كلاس 2 بيورلي كلاس 2، هل قد ما راجع لي ورا اكثر المنطبر اكثر من اللازم، لكن صاير عنده الفورورد موفمنت ويا الروتيشنال موفمنت مالته، صاير انه المنطبر دائما يعجبه انه يقدم لي قدام لانه يحس انه المنطبر خطا موقعها لي ورا، يقدمها دائما. فاول ما تفتح حلقه شو تشوف؟ كلاس 1. لكن هو لو شويه تعدل الاوكلوجن مالته وتحصل على الماكسيمم دركاست بيشنت، تشوف انه البيشنت هو كلاس 2 ديفيجن 1، راجع المنضبط اكثر من اللازم، لكن صاير عنده هابيتشوال، تمام؟ فبالصفه اللي ما تحكي بين، لكن كلينيكال شو اقدر اميزه؟ الاشخاص اللي يجون عندهم هابيتشوال موفمنت في حاله الكلاس 2 مال اوكلوجن، اتوقع نوعيه الباث اوف كلوجر شو يكون؟ forward movement، تمام؟ يعني هاي الصفة المميزة للأشخاص اللي يكون عندهم forward movement. فهمت الكلام؟ شو هو معقد بس ترى هو كله سهل. patient يجي
يعني البروفايل مالته هيئه مالته كلها على بعضه شيء يبين كلاس 2. تفتح حلقه، اول ما تفتح حلقه تقول يصير اسنانك تشوفها كلاس 1. حتى الاسنان يصير بيها انترجيتيشن، هل قد ما معود نفسه على كلاس 1. فهذا الشخص اتوقع انه شنو عنده الباث اوف كلوجر، شنو عنده؟ يكون عنده فورورد موفمنت، دائما يقدم لقدام، تمام؟ اثناء الروتيشن اوف ماندبل دائما يصير سلايدنج ان فورورد موفمنت، تيجي تقدم الماندبل لقدام. العكس بالباكورد موفمنت، الاشخاص اللي يكون عندهم كلاس 2 ديفيجن 2، الديفيجن 2 شي يصير الفرق الشيء الرئيسي عنده عند ريتروكينيشن بالابر انسايزر، صح لو لا؟ هاي الاسنان الابر انسايزر من ترجع يصير بيها ريتروكينيشن تضغط على منو؟ على الماندبل. الماندبل شي يصير بيها سلايدنج ان باكورد، صح لو لا؟ يعني الابر انسايزر من ترجع هو كلاس 2 بيشنت، لكن صار عند ريتروكينيشن بالابر تيث، هذا الابر ريتروكينيشن يضغط على منو؟ على اللور انسايزرز. اللور انسايزرز تاثر على الموفمنت مال ماندبل، يصير بيها سلايدنج وين ان باكورد ريليشن، تمام؟ من يرجع الماندبل لورا يصير عندي باث اوف كلوجر باكورد موفمنت ديورينج كلاس 2 مال اوكلوجن، صارت واضحه؟ اذا بالباث اوف كلوجر بالساجيتال بلين بالكلاس 2 اما يصير عندي بيور روتيشن او يصير عندي فورورد موفمنت في حاله الهابيتشوال، اشخاص اللي عندهم هابيتس يطلعون الماندبل اللي قدام، او جماعه الكلاس 2 ديفيجن 2 شي يصير عندهم باكورد موفمنت سلايدنج ان باكورد ريليشن. هاي ثلاث شغلات ممكن اشوفها في حاله الساجيتال بلين بالباث اوف كلوجر، صارت واضحه؟ ترى مهمه هاي. زين خلينا نشوف بالفيرتيكال بلين. بعد قبل ما اشرح الفيرتيكال بلين لازم افهم الفيرتيكال بلين. الفيرتيكال بلين المال اوكلوجن الاواجه بالفيرتيكال بلين شنو هو؟ او العكس او ديب بايت. اما اوبن بايت او ديب بايت، تمام؟ بالديب بايت اكتشفنا بالباث اوف كلوجر مال بيشنت الاشخاص اللي عندهم ديب بايت يكون عندهم نو ايدنتي بايت، ايذر يسموها بالترو ديب بايت او السيدو ديب بايت. من يزداد الـ vertical dimension my patient يعني يصير يزداد الـ overlap يصير عندي deep bite. أحد الشغلتين بسببها either over eruption of incisors، صح؟ يعني هو معروف بالاجواء جميعا، يعني كل الناس تعرف انه من يكون عنده ديب بايت يعني معناها عندي اوفر ايربشن بالانسايزرز، اوفرلابينج بالانسايزرز، تجي الابر انسايزرز ويا اللور انسايزرز تتداخل وحده ويا اللوب، شو تصير عندي ديب بايت، تمام؟ او الشيء اللي الكل ما يفكر به انه يكون عندي الاندر ايربشن اوف ذا بوستيريور تيث، صح؟ يعني من يصير عندي over eruption بالincisors ممكن ال posterior يصير بيها under eruption يصير عندي deep bite، صح ولا لا؟ يعني من ال relation بين ال upper posterior وال lower posterior يتنزل ال relation هذا يصير under eruption، يعني الأسنان يصير يعني مستواها أقل من اللازم. ال anterior شو هيصير بيها؟ over eruption، صح ولا لا؟ يعني بال posterior صار بيها under eruption، بالانتيريور شو حيصير بيها؟ اوفر ايربشن، والبيشنت النتيجه انه حصل النهايه شيء يكون ديب بايت، صح ولا لا؟ يعني اما مستوى البوستيريور تنزل او مستوى الانتيريور، صح ولا لا؟ او بوث اوف ذيم، تمام؟ لكن هسه نجي اذا كان البيشنت الديب بايت مالته سببها انفرا ايربشن او اندر ايربشن اوف ذا بوستيريور تيث، يعني الاسنان تكون البوستيريور هي السبب الرئيسي، يعني جانا البيشنت هو ديب بايت، لازم اشوف هذا البيشنت ابو ديب بايت يكون عنده اوفر ايربشن بالانسايزرز لو عنده اندر ايربشن بالبوستيريور تيث، تمام؟ اذا كان البيشنت اندر ايربشن بالبوستيريور تيث، تمام؟ معناها نوعيه الديب بايت مالته ترو،
تمام؟ اقدر اقيس الفري واي سبيس، اشوف انه كميه الفري واي سبيس الموجوده تكون لارج، يعني اكثر من 3 مليم. تمام؟ من اجي اعالج البيشنت هذا النوع اللي ترو ديب بايت، ترو ديب اوفر بايت، اذا سببها هو الانفرا اوكلوجن اوف ذا مولرز البوستيريور تيب، هذا سبب مالتها، من اجي اعالج فانكشنالي احصل على ريزلت رائعه جدا. يعني شنو فانكشنالي تعرفون؟ اخلي انتير بايت بليت وديب بايت، اذا افتح البايت شو اخلي له؟ خليه انتير بايت بليت، صح؟ الانتيرير بايت بلاي بهذول الاشخاص احصل على ريزلت 100%. ليش؟ لانه السبب الرئيسي مال هاي الشخص مال الترو ديب بايت هو ان المولرات نازله، من حخلي له انتيرير بايت بلاي وين حينفتح السبيس؟ بوستيريوري، صح؟ من ينفتح السبيس بوستيريوري شو حيصير بها؟ سوبر ايربشن. سوبر ايربشن علاج للانفرا اوكلوجن اوف ذا مولرز، صح لو لا؟ انحلت المشكله وما انحلت؟ انحلت، صارت واضحه؟ اذا البروجنوسيس من استخدم فانكشنال ابلاينس في حاله الترو دي بايت احصل، والسبب مالتها انفرا اوكلوجن اوف ذا مولرز، احصل على جود بروجنوسيس، فيري نايس ريزلت. تمام؟ يعني شخص يجيني ديب بايت، المولرات سبب الديب بايت ان المولرات نازله، اخلي له فانكشنال ابلاينس يعني مثلا انتير بايت بلين، تمام؟ رئيسا يصير سوبر ايربشن من بوستيريورتي، احصل على جود ريزلت. لكن العكس في حاله السيدو ديب بايت، العكس تماما. اول عكس انه البوزيتيف فاكتور مال السيدو ديب بايت انه شو يكون؟ سو اوفر ايربشن اوف انسايزرز، يعني المشكله وين؟ بالانسايزرز، المولرات نورمال، مولرات ما عندي مشكله بيها، لا بيها اندر ايربشن ولا بيها اي مشكله، المشكله وين صارت؟ بالانتيريور. تمام؟ من اقرال الفري واي سبيس اشوفه سمول، لانه الاسنان متطابقه، فهذا السبيس الموجود بمنطقه الكناين تكون قليله تصغر. تمام؟ من اجي استخدم له فانكشنال ابلاينس، الفانكشنال ابلاينس الانتيير بايت بلين اللي هو صح يفتح البايت انتيريوري، لكن شو يسوي البوستيريور؟ يسوي سوبر ايربشن. زين هو المولرات نورمال، تتوقعون يصير بها سوبر ايربشن؟ كلش بطيء، ما ممكن احصل ريزلت. اذا معناها البروجنوسيس باستخدام لي الفانكشنال ابلاينس نوت جود. الحال شنو؟ الاوفر ايربشن اوف ذا انتيريور تيث لازم افتحها انه اسوي انتروجن بالتيث، بالانتيريور تيث لازم اسوي شو؟ اسوي انتروجن، والانتروجن يحتاج فيكس ابلاينس، يعني فانكشنال ابلاينس، وهذول الاشخاص ما حصل على نتيجه. تمام؟ وبالعكس حيصير عندي سايد افكت اكثر. ليش؟ لانه اذا استخدمت له فانكشنال ابلاينس وفتحت له البايت والمولرات نورمال وصار بها اوفر ايربشن، راح يزداد الفيرتيكال دايمنشن اوف ذا فيس، صح لا؟ بالمقابل اذا شخص خليت له انتير بايت بلين والمشكله بالمولرات نورمال، يعني هو نورمال، يعني ما بيها، ما صار بيها اندر ايربشن. تمام؟ انطيت سبيس، هذا السبيس خلى انه يصير بيها سوبر ايربشن بالبوستيريور تيث، زين هي كانت نورمال وهسه فتحتها وصار بيها اوفر ايربشن اكثر من اللازم، زيد لي شنو؟ الفيرتيكال دايمنشن اوف ذا فيس، ما حصلت على جود ريزلت. تمام؟ يعني بدل ما عدل شكل البيشنت، تمام؟ زيدت الفيرتيكال دايمنشن مالته اكثر من اللازم وما حصلت على النتيجة المطلوبة. صارت واضحة؟ إذا بالفيرتيكال بلين بالباث اوف كلوجر اكتشفت إنه عندي شغلتين. Either true deep bite or pseudo deep bite. الـ true deep bite يكون سببها شنو؟ المولرز. تمام؟ بالسيدو شو يكون سببها؟ incisors. Over eruption بالincisors. تمام؟ الـ freeway space في حالة الـ true تكون large، في حالة السيدو تكون small. العلاج بالفانكشنال ابلاينس في حالة الترو احصل على جود ريزلت، لكن في حالة السيدو ما احصل على جود ريزلت. ترى؟ نعم. بالترو دي بايت. اي. احنا قلنا اللي فري ويس مو بتوين كنايز؟ اي. زين شلون هو ذا عند هو دي بايت عنده المسافة تكون كبيرة والمولرات نازلة، فطبيعي الفري ويس بيس تكبر.
ما تكون طبيعيه غير دكتوره اي اوفرلابينج يصير بس السبيس نورمال يعني اوفرلابينج صار بين الانسايزرز بس الفراغ الموجود بالانتروب وهذا ترى فري واي سبيس هي انتروبوستيريور ريليشن وليس فيرتيكال انتروبوستيريور يعني الفراغ موجود بين الابر كناي لللور كناي مو بالفيرتيكال تعرف شلون بالانتروبوستيريور صارت واضحة؟ أنا على بالي بالفيرتيكال لا بالترانسفيرس بلين الترانسفيرس بلين الشيء التابع بالترانسفيرس بلين هو شنو هو الكروس بايت صح شافوا بالكروس بايت عندي نوعين همين نوعية يسموها باللاتروغنافيك والثاني يسموها باللاترو اوكلوجن بقى هذا بلا زحمة الساعتين متواصلة تفضل لا 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 إلا أنه عندنا محاضرة نكملها ونأخذ الساعة الثانية ها تجون يعني نكمل يعني فهمت يعني تجون أنه تأخذ محاضرة ثم وراها نرجع نأخذ محاضرة ثانية إلا أنه الدكتور من بلغ أو تبين أبلغها للدكتور ما عندي مشكلة لا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة أوكي لا نخلص هذا هم شوية أنتوا ترتاحون تاخذون محاضرة ثانية تخلصون محاضرة ثانية وتوني خبر انا اقعد هنا تمام؟ عم اقدر اخلصكم بس يفعل ما تعرفون تمام باللاترو اوكلوجن ثلاثات من تاخذون محاضرة ثانية مال اوكلوجن كيف انا ثلاثة موجودة كان انا خلص بعد خلص ناخذ هاي ثلاثة افضل ما ناخذها السبت القادم مش خلصت يعني؟ اي السبت يعني بدل السبت ما تاخذون السبت ماشي اخذ ثلاثه ثلاثه يعني انتم اكيد عندكم محاضرات ثلاثه صح ولا لا؟ حتى لو عاد خلص هذا الاسبوع لا لا خلصوا محاضراتكم ما عندهم مشكله ناخذها حتى لو بالعشره حتى لو اي وقت بيكون تمام؟ موجوده ثلاثه انت كل الوقت مو؟ اي كل وقت موجوده يعني طبعا اذا يعني اذا ما تاخذوا محاضره وراح يعني ما ابقى طول الوقت يعني دكتور قبل بيوم نعطيك خبر اي اعطوني خبر عادي انا اكون من الصبح موجوده ما عندي مشكله زين باللاترو كلاثيك باللاترو اوكلوجن من اسمه كلاثيك يعني something skeletal من اوكلوجن يعني dental بقى ربطولي هسه الكروس بايت ويا شو المشكلة ممكن اشوفها inside the oral cavity المشكلة ممكن اشوفها inside the oral cavity في جماعة الكروس باي يصير عندهم شيفتينج بالميدلاين صح؟ صح تمام؟ الفانكشنال كروس باي انا قصدي يعني من واحد هاي الحركة يصير عنده بالكروس باي يصير عنده شيفتينج بالميدلاين الشيفتينج بالميدلاين بالدينتيشن وشيفتينج بالميدلاين مال فيس تمام؟ احنا شغلنا بالباث اوف الاوجر كل الحكي على المانديبل الشباب شفتوا قاعد احكي على المكزلة؟ ما قاعد احكي على المكزلة تمام؟ حكي كله على المانديبل لانه هو الموفبل بون هو اللي قاعد يتحرك ما احكي عن المكزله انه مكزله ثابته بالشيفتنج بالميد لاين اقارن الشيفتنج مال اللور ميد لاين لور تي مقارنه ويا الفيشل ميد لاين تمام راح اشوف الاشخاص اللي عندهم لاتروغنافيك او يسموهم بالترو كروس بايت ترو شو يسموهم ترو كروس بايت شو يسموهم ترو كروس بايت يعني الكروس بايت مالتهم سكيليتالي سببها شنو بون وليس دنتيشن تمام الشخص اذا اقارن الميد لاين مال التيث ويا الفيس انه بالحالتين لا بالاوكلوجن ولا بالريست بوزيشن يصير كونسايدنس ما يتطابق ابدا ليش لانه البون كله زاحف تمام فالدنتيشن هم تسحب وياها لا بالريست بوزيشن ولا بالانتركاسبيشن ما يطابقون الميد لاين تمام لكن باللاترال اوكلوجن يعني البوزيتيف فاكتور مال كروس بايت مالته شنو؟ قلنا دينتال صح؟
هذول الاشخاص من اجي اقارن الميد لاين مال التي مال لور تي ويا الفيس بالريست بوزيشن يعني ريست بوزيشن يعني في مرحله السكليتال ريست بوزيشن يعني المسلز تكون ريلاكسد اشوف انه اخذ تطابق. ليش؟ لانه سكليتال نورمال. لكن بالاوكلوجن من يجي تسوي ماكسيمم انتركاسبيشن يتطابقون الاسنان اشوف انه ما يتطابق الميد لاين. معناها شنو؟ معناها الكوستيف فاكتور مات منه هو الدنتيشن الاسنان، لانه بالاسنان هو الجايد، لكن بالريست بوزيشن السكليتال هو الجايد. صح ولا لا؟ صح؟ اذا باللافروجناثيك سكليتالي بروبلم يعني معناها اشوف انه الميد لاين مال اللور دنتيشن ويا الميد لاين اوف ذا فيس لا بالريست بوزيشن ولا بالاوكلوجن يصير بيها كونسايدنس ما يطابقون. تمام؟ باللاتر اوكلوجن اللي هو الكوستف ماركتر تكون دينتالي الميد لاين مال الدنتيشن ويا الميد لاين مال فيس بالريست بوزيشن اكو تطابق، لكن بالماكسيموم انتركاسبيشن ما عندي كونسايدنس. صارت واضحه؟ واضح مفهومه؟ اكو سؤال حد الان؟ هاي خلصت اول بارت.